بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. معكم دكتور محمد كامل، أستاذ مساعد العلاج الطبيعي بجامعة سان أوجستين بالولايات المتحدة الأمريكية، ولايسنس فيزيكال ثيرابيست في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومصر. والحقيقة أنا يعني حابب إن أنا أقدم سلسلة جديدة من الفيديوهات عن بعض الحالات اللي أنا شفتها أو لسه بشوفها أو كلام من كده، لأن الحالات اللي احنا بنشوفها بيكون فيها استفادة جزء كلينيكي طبعا شباب الخريجين عندنا، وكذلك للطلبة، وكذلك فيها بعض العظات وبعض السلوى وبعض الصبر للمرضى وتذكرة ليا وليكم والكلام كده. بقد ايه حالات فيها، قد ايه حالات بتعاني، وقد ايه يعني ان الحياة صعبة على بعض الناس، ولكن مش بيستسلموا وبيحاولوا ان هم يبذلوا يعني قدر ما يمكنهم للمعيشة بكفاءة او المعيشة بصورة افضل، كلام من كده. ما بنقدرش طبعا نذكر اسماء الحالات تحديدا او كلام من كده، لكن بنذكر بعض المعلومات عنها. انتوا عارفين خصوصية المرضى والاحتفاظ بالمعلومات الطبية والمعلومات المرضى، ده شيء اساسي وشيء مهم جدا. فخلينا نتكلم على حالة انا شفتها الاسبوع اللي فات الحقيقة في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثرت فيها جدا، وعايز أحكي لكم من بداية ما اتعاملت مع الحالة وبداية ما دخلت وكلام من كده. تعال نشوف الدياجنوزس إيه. ممكن يكون في بعض الكلمات طبعا باللغة الإنجليزية، لأن احنا قلنا إن الموضوع مشترك أو كده. طيب الحالة باختصار اللي أنا شفتها كانت حالة عمرها 61 سنة، ما تعتبرش كبيرة في السن بالنسبة للحالات الواحد بيشوفها. أنا معايا حالات هنا من أول 104، يعني عندي 104 سنة و107 سنة، فيعتبر 61 ما تعتبرش من الحالات اللي هي كبيرة أوي في السن يعني. فيميل، تمام. الحالة بالظبط اتبعتت لي، تواصلت في البداية، رد عليا في تليفون أختها، قالت لي انا اللي باخد بالي منها، وده بيدينا دايما يعني ايه، يعني ايه اخت بتاخد بالها من حاله صعبه زي كده. ففي الاخت في البدايه كانت صعبه، يعني بحاول احدد معاهم ميعاد عشان خاطر ان انا ازورهم في البيت على اساس ان انا اعمل تقييم الحاله واعمل لها ايفالويشن واقرر بعد كده ايه برنامج العلاج الطبيعي اللي انا اعمله لها او كلام من كده. ففي البدايه كانت صعبة يعني الأخت في تحديد الميعاد، لأ طب أصل إحنا مش فاضيين، أصل الأسبوع الجاي تحديدا إحنا يوم الاثنين، طيب مش عارف، هي بيجي لها سبيتش ثيرابيست حد بيساعدها يعني في موضوع اللغة والكلام أو كلام من كده. طيب يعني كانت صعبة لحد ما رحت وشفت الوضع. في البداية اتضايقت طبعا وقلت لنفسي يا طب هي يعني ليه الست دي بتتعامل بصوره صعبه زي كده؟ هل هي مثلا مش عايزه ان هي تفيد الحاله بالعلاج او ولا ايه الوضع او كلام من كده؟ لكن اما رحت وشفت الوضع على الطبيعه هحكي لكم دلوقتي ان الوضع مختلف تماما. الحاله لقيت ان هي عندها مشكله في الجيت اند موبيليتي، في الحركه، عندها ضغط مزمن، ارتفاع في ضغط الدم، عندها قرح، القرح في اماكن في جسمها، وده لان هي بتقعد في السرير فترات طويله ما بتقدرش ان هي تتحرك، والقرح كمان متقدمه مش قرح بسيطه. عندها كمان ما بتقدرش تبلع كويس، ففي ديسفيجيا، ما بتقدرش تاكل عن طريق الفم، فمحطوط لها تيوب، التيوب دي من يعني داخله على يعني المعده والامعاء مباشره على اساس ان هي بيحصل لها تغذيه عن طريق القناه، وحاجات كلها سوفت زي ما هنتكلم. عندها مصابه بالشلل الرعاش او الباركنسون ديسيز،
كمان عندها حالة اسمها سبازموديك تورتيكولس، ان هي عندها اعوجاج في الرقبة بالشكل ده وفي الفقرات مزمن برضو، وده برضو هنتكلم فيه. تمام. طيب الفكرة في ايه؟ ان الحالة دي مقيمة مع اختها، انا حددت ميعاد ورحت للحالة وابتديت ان انا اتعامل معاها. لقيت هم قاعدين مقيمين في شقة صغيرة، اختها كبيرة في السن مش صغيرة، هي اللي بتاخد بالها من الحالة وهي اللي بتتعامل معاها مجهود كبير جدا جدا بصراحة، يعني حاجة عايزة صبر وعايزة مجهود كبير جدا. الحالة عندها مقيمة في هوسبيتال بيت زي السرير اللي ورايا ده، معناه ان هي يعني سرير مخصوص بحيث ان هو مش سرير عادي، عشان خاطر ما تقعش، عشان خاطر طبعا تقدر يكون ليه، بيكون ليه زي ما احنا شايفين زي وولز او حاجة تحمي المريضة، وكذلك بيكون ادجاستابل، يعني ممكن ان احنا نرفع جزء منه ننزل جزء الكلام من كده، فبيساعد المريض شوية. ده هوسبيتال بيت مش سرير عادي. يعني الحالة بتتغذى عن طريق أنبوب، الأنبوب ده واصل للمعدة والأمعاء، فليه؟ لأن ما بتقدرش تبلع. فتخيلوا إن يعني ما أكون بشتهي الأكل كويس ومش قادر، إن أنا خلاص يعني فرصتي إن أنا آكل انعدمت تقريبا. ليه؟ لأن معظم الأكل بيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجات سوفت زي محاليل وحاجات معمولة في يعني مهروسة وحاجات متعبية يعني حاجات مفيش يعني، هو عن طريق تيوب، التيوب دي واصلة، فلازم يكون التغذية بشكل معين، هو مش أكل عموما. طيب التيوب دي بتحطوها قد ايه؟ قالت احنا بنحطها 20 ساعة يوميا، يعني هي بتتشال من على التيوب التغذية 4 ساعات فقط في اليوم. طيب ايه موضوع التورتيكولس او الاعوجاج اللي موجود في الرقبة؟ ده حصل الاعوجاج في الفقرات، واتعملت عملية كبيرة في الفقرات، العملية تم تدخل الجراحي من الامام ومن الخلف على اساس يحاولوا تعديل شوية وضع الفقرات او كلام من كده، وتمت العملية فيها نسبة نجاح تقريبا 50%، لكن اهو هي عايشة. طبعا بسبب ان هي ما عندهاش قدرة على البلع، فبالتالي لازم بيتحط لها حاجة بتعمل زي سكشن، السكشن ده على اساس يشفط السكريشنز اللي هي موجودة عندها. السكريشنز دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللعاب، هي ما عندهاش قدرة حتى على ان هي تبلع اللعاب بتاعها، فاحنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا لدينا هذه القدرة على ان احنا نقدر نبلع اللعاب بتاعنا. شايفين النعم لحد فين؟ ما بتقدرش تتكلم طبعا كويس، ما بتقدرش ان هي تتحرك، يعني احنا بنحركها من السرير للويل تشير او الكرسي المتحرك. تمام. عندها زيادة في النغمة العضلية او ريجيديتي اول اوفر في جسمها كله، مع سبازمس واضحة في جسمها، عندها ديفورميتي او تشوه في الفقرات، فبيخليها ان هي قاعدة ملووحة، فبتبقى مايلة على جنب اكتر من التاني، فده ادى الى وجود بريشر ألسر. كل هذه الامور، عندها صعوبة في التنفس. تمام. فبرضه بيتعمل لها زي جلسات تنفس بالنوبلايزر او كلام من كده. الحقيقة الحالة شفتها، عملت لها تقييم من خلال ايه اللي انا هقدر اعمله كموتور فانكشن او كناحية حركية، يا ترى البيشنت نفسها ويلنج ان هي تحسن ولا لا. ودي على فكرة حاجة مهمة جدا واساسية في العلاج، البيشنت نفسها عايزة تتحسن ونفسها ان هي تتحسن وبتحاول، واي حد بيساعدها او ان هي تحاول تقف تمشي خطوات بسيطة بتبقى فرحانة جدا. تمام. رغم ان انا في البداية او الزيارة الاولى بتبقى عبارة عن ايفالويشن وتقييم، على اساس ان انا بشوف المشاكل اللي عند البيشنت، بشوف البروبلم ليست الشورت، وبحاول ان انا احط زي شورت تيرم جولز ولونج تيرم جولز، اهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى مع الحالة. لكن انا كان نفسي ان انا افرحها، كان نفسي ان انا اقومها، كان نفسي ان انا يعني احركها. طيب بس لازم بنقيم الموقف قبله، هل واحدة زي كده لو قدرت ان هي تتحرك وتقف، هل ده سيف؟
يعني ليه؟ لان انت النهارده انت بالنسبه لك بتبقى لايبل ان لو البيشنت وقعت معاك في اثناء الجلسه، حصل لها كسر، حصل لها مشكله، حصل لها ده في مسؤوليتك القانونيه. فبالتالي لازم اقيم الموقف من حيث المصل تون اخباره ايه؟ المصل ثريدز اخبارها ايه؟ هل في كونتراكشرز ولا لا؟ هل في ليميتيشن في رينج اوف موشن ولا لا؟ هل الاخبار البالانس بتاع البيشنت شكله ايه؟ اخبار الكوردينيشن، انا عارف الحاجات دي كلها افكتد بس لانهي ليميت؟ تو وات اكستنت؟ بحيث ان انا اقدر اقول هل فعلا انا لدي القدره بعون الله ان انا اقدر اقومها ولا لا؟ وفعلا لقيت ان هي عندها نوعين من الووكرز. احنا دايما بنستخدم الاسيسيف ديفايس مع البيشنت بتوعنا بس، والاسيسيف ديفايسز دي لازم تكون اكوردنج للكيس وتكون ادجستبل. فهي عندها حاجه اسمها بلاتفورم ووكر. البلاتفورم ووكر بيسمح لها بان هي تحط الفور ارم والالبو وتعمل تاخد مور سبورت. وعندها ايضا الووكر العادي اللي هو بيسموه رولينج ووكر اللي هو ليه تو ويلز. طيب بفضل الله بدأ نعمل سيت تو ستاند. بنلاحظ دايما ان الحالات دي بسبب ان هي بتبقى قاعده فترات طويله وان مفيش حركه، فممكن بيحصل لها حاجه اسمها اورثوستاتيك هايبوتنشن، يعني بمجرد ان هي ما تبتدي تقف تحس ان هي ديزي، تحس ان هي دايخه، تحس ان هي هتقع. فبنسالها، بنسال المريض دايما لان سيفتي هي الاساس. انا مش هضيع الحاله اللي معايا او مش هعمل له فيرذر انجري او معاناه اكتر من المعاناه اللي هو موجود فيها. وقفت الحالة بفضل الله. بعد كده بدأت إن أنا أمشيها خطوات. طبعا واضح جدا تأثير الباركنسون عليها، وإحنا عارفين إن حالات الباركنسون بيبقى عندهم مشكلة في الانيشيشن أوف موفمنت، تمام، إن هي تبدأ الحركة، إن هي تبدأ المشي. ثم بعد ما بتبتدي تمشي بتبقى عامله زي القطر، مش قادرين ان احنا نوقفها، اللي بيسموها فيستينيتنج جيت، بتاخد شورت ستيبس بس سريعه 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 ورا بعضيها. وده برضو بيبقى خطر. ليه؟ لان هي ممكن تلوز البالانس، تمام، ويحصل فول. فانت لازم بتكون بتحاول انك تامن نفسك، بتحاول انك تستخدم حاجه زي الجيت بيلت مثلا، تحطه اراوند الويست بتاع البيشنت. طيب انا لما اجي احط الجيت بيلت اراوند الويست اوف البيشنت، يا ترى انتوا تفتكروا ايه الليميتيشن ممكن الاقيه او ايه ممكن المشكله؟ احنا مش لسه قايلين ان هذه الحاله كانت بتتغذى عن طريق انبوب، وهذا الانبوب بيدخل لان معمولها جاستروتومي، وممكن هذا الانبوب بيخش مباشره. فهل انا لو حطيت الجيت بيلت اراوند التيوب ده فيها مشكله؟ فيها مشكله، ومشكله مشكله مشكله كبيره كمان. فانا لازم اخد بالي كويس جدا ان انا ابعد تماما عن مكان الدخول التيوب على اساس ان انا ما اعملش مشكله لهذه الحاله. طيب ايه تاني؟ هل انا النهارده عايز ان انا يعني انصح طبعا اختها عامله مجهود رائع رائع الحقيقه، يعني ربنا يعني يكرمها. وان بتبص لبعض الحاجات وبعض الذكريات، فبتبص على، انا دايما يعني دايما اما بشوف حالات زي كده بحاول لو متعلقه صوره ليهم قبل كده بحاول انا اشوفها. فشفت مثلا زي صوره ليها وهي شابه كانت ملكه جمال، صورتها وهي في حفل زفافها، سبحان الله على الجمال، يعني صورها مع اولادها وبناتها. فبفضل اقول يعني سبحان الله ان الحياه ممكن تتحول بهذا الشكل من يعني من الجمال والنضاره لسبحان الله للحاله اللي الواحد شايفها، الحاله الصعبه، صعبه جدا جدا حقيقه يعني. و يعني بتبقى يعني صعبه حقيقه صعبه. فطبعا بتحاول انت تشجع العيان، لان احنا قلنا دايما العيان هي الحاله عايزه تتحسن، بس انت لازم تحاول تحسسها ان انت يو ار هيرو، انت بطله، ان انت بتحاولي ان انت تعملي، بتحاولي انت تحسني، مش ما استسلمتيش، عايزه ان انت تكوني احسن، عايزه ان انت تكوني افضل، وانا هنا على اساس ان انا اساعدك.
هي الحاله بيبقى يعني الحمد لله الكوجنيشن ما كانش متاثر قوي، فهي قادره ان هي تفهمني، وقادره ان هي حتى لو هي مش قادره ان هي تتكلم لكن ممكن تعمل براسها كده، فهي فاهمه الكلام اللي انا بقوله. فانت بطله، احنا فعلا اختها بتقول لي هي فعلا بطله، هي اول ما اتشخصت بالباركنسون من حوالي 7 سنين فاتت ما استسلمتش ابدا، بالعكس دي كانت بتنزل وتتمشى وتتحرك وتعمل، وكانت قوية جدا جدا وما بتحاولش ان هي تستسلم. نفسية المريض هو شيء مهم جدا، الناس اللي هم حوالين المرضى يا جماعة مهمين جدا، ممكن انت بكلمة بتساعد هذا المريض ان هذا المريض يتحسن ويبقى احسن ويبقى افضل، وممكن بكلمة تقتله نفسيا وتحسسه ان هو خلاص، يعني انت هتقوم وتتحرك ليه بقى، ما انت خلاص، ما احنا مش شايفين امل بقى، وكفايانا كفايانا بقى عمليات واشعاعات وكفايانا كذا وكذا وكذا. فالحقيقه ده بيفرق جدا الكلام ده. طيب في بريكوشنز، يعني البيشنت دي عايزه ووند كير لان بسبب الالسرز اللي هي موجوده، ويعني هم في طريقهم للهيلينج الحمد لله، ولكن محتاجين ووند كير لان احنا مش عايزين، ان عارفين ان في ديفرنت ستيجز فور الالسر، فاحنا مش عايزين الحاله تبقى اسوأ. تمام. طيب هذه الحاله هي نيورو، فيها كومبليكيشنز نيورو، فيها كومبليكيشنز ماسكولوسكيليتال، فيها انتجمنتري كويس، فيها مجموعه حالات مع بعضها. الحالات دي اللي احنا بنسميها المالتي سيستم، تمام، او الحالات اللي هي الكومبليكيتد، او الحالات اللي هي محتاجه عناية ومحتاجة التفكير، وفيها من أكتر من اتجاه، مش من اتجاه واحد فقط. وبالتالي الانترفينشن بتاعنا ممكن هيكون لونج تيرم. احنا عارفين دي حالة كرونيك، انه لا شفاء من الباركنسون او من شلل الرعاش، ولكن احنا هنا بنحاول ان احنا نعمل زي مينتنانس او لونج تيرم مانجمنت للحالة دي. هل حالة زي كده يفيدها ان انا مثلا اشوفها 3 4 مرات في الاسبوع؟ لا، ما يفيدهاش في حاجة، لا ما يفيدهاش في شيء. طيب لو انا شفتها مره في الاسبوع ممكن يكون كفايه؟ ممكن. مرتين ممكن يكون كفايه؟ ممكن، كفايه قوي، بحيث ان دي حاله لونج تيرم، حاله مينتننس. احنا عارفين ان هي في المستقبل ممكن هتسوء في بعض الامور، ولكن احنا بنحاول ان هي يعني نوقفها على رجليها، بنحاول ان احنا نحركها، بنحاول ان احنا نقلل الكومبليكيشنز، بنحاول ان نحسن الكواليتي اوف لايف قدر الامكان، تمام، في الفترة اللي هي عايشاها وفي الفترة اللي هي بتتعامل فيها. يبقى سريعا تاني، احنا بنعمل اسيسمنت لكل هذه الامور، للماسل تون سترينث رينج اوف موشن، باخد الفايتلز فايتال ساينز، بشوف اذا كانت الهارت ريت اخباره ايه، البلاد بريشر اخبارها ايه، التمبريتشر اخبارها ايه، الريسبيراتوري ريت اخباره ايه. مع البيشنت دي باخد الاكسجين ساتوريشن وبشوف الاكسجين ساتوريشن مع البيشنت اخباره ايه، تمام، بيفور اند افتر، قبل ما ببدا على اساس ان انا بشوف البيز لاين وبعد ما ابدا. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ولكن ان شاء الله ممكن اكلمكم تاني عن الحاله دي اما نشوف التقدم اللي بيحصل فيها او ايه اللي عملناه معاها بعد كده. ولكن بنقول دايما نحاول نكون مخلصين مع مرضانا بقدر الامكان، واحنا كمرافقين للمريض او ناس عايشه حوالين منه عارفين ان الدور كبير وصعب اللي انتوا بتقوموا بيه، ولكن ربنا يكرمكم سبحانه وتعالى، ونتمنى كافه الشفاء للمرضى، وارقاكم في حاله جديده ان شاء الله. شكرا جزيلا.